في خضم أعمال الإنقاذ والإغاثة من تداعيات إعصار دانيال بليبيا، طالبت سلطات في ليبيا بإجراء تحقيق لمعرفة إن كان هناك تقصير ساهم في مقتل الآلاف في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث، في وقت يبحث فيه الناجون عن ذويهم الذين جرفتهم الفيضانات. وطالب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال جلسة طارئة بتعويض كافة المتضررين من الإعصار المدمر الذي ضرب الأحد الماضي عددا من المدن الليبية مخلفا آلاف القتلى والمفقودين. السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال دمرت سدودا مساء الأحد لتندفع المياه صوب مجرى نهر موسمي يقسم المدينة، ولتجرف في طريقها مباني إلى البحر بداخلها عائلات نائمة. وتباينت أعداد من تأكد مقتلهم والتي أعلنها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها بالآلاف مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. قال رئيس بلدية درنا عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و 20 ألفا استنادا إلى حجم الأضرار. من جانبها قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه كان من الممكن تجنب الخسائر الفادحة في الأرواح لو كان لدى ليبيا هيئة أرصاد جوية فعالة قادرة على إصدار التحذيرات. هذا وقد تسارعت الجهود الدولية لمساعدة ليبيا بعدما أودت فيضانات أشبه بتسونامي في شرق البلاد ب4000 شخص على الأقل، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، حيث وصلت فرق إنقاذ من مصر وتونس والإمارات وتركيا وقطر. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية بشكل عاجل للغاية في العديد من المناطق بليبيا بما في ذلك مدينة درنا. وأضافت المنظمة أنها ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في شرق ليبيا بعد كارثة تفوق التصور. بنرحب في استوديو من القاهرة بالأستاذ بيشوي رمزي وهو الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع. تحياتي لحضرتك وأهلا بك معنا في هذه الحلقة. ما زالت أزمة ليبيا مستمرة وسط تضارب في أعداد المفقودين يقدرون بالآلاف، ولكن طبعا ما فيش أرقام واضحة أو ثابتة لنتائج هذه الكارثة أو تداعيات هذه الكارثة. هل أولا عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا جزء من احتواء هذه الأزمة؟ بكل تأكيد حالة عدم الاستقرار السياسي خصوصا هي يعني حالة طويلة الأمد، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في أكثر من 10 سنوات الأوضاع في ليبيا أوضاع غير مستقرة. الأزمة الليبية على المستوى السياسي والأمني يعني مستمرة وطويلة جدا، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك تداعيات كبيرة للكارثة اللي حصلت في ليبيا نتيجة الإعصار يعني. وده إن دل على شيء يدل على أهمية حالة الاستقرار. يعني لما نيجي نتكلم عن بناء الدول في مراحل بعد الفوضى خصوصا في منطقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربي تحديدا، بنجد إن الهدف الأول هو تحقيق الاستقرار، بعد كده بتيجي عملية التنمية، بتيجي عملية البناء. هذه العملية مرتبطة، يعني العمليتين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق جدا. يعني لما نيجي نتكلم عن استقرار أمني نجد أن المشروعات التنموية أو عملية التنمية بتبدأ وبتؤتي بثمرها، ومن أهم ثمرها هو ان يكون في قدره على احتواء الازمات الطارئه. يعني ما حدث في ليبيا هو كارثه انسانيه، اعصار حصل لا يد للانسان فيه يعني، ولكن كان لابد ان يكون هناك اجراءات. الاجراءات هنا بتبقى اجراءات استباقيه، تنبؤ بالازمه وتوقعها، خصوصا ان الازمه دي نتيجه ظاهره عالميه اسمها ظاهره التغير المناخي، وحصل أزمات مشابهة في دول كثيرة سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو في غيرها، وبالتالي من المتوقع أن تحدث هذه الكارثة في أي منطقة في العالم، وبالتالي لابد أن يكون هناك إجراءات استباقية. هذه الجزئية. الجزئية الأخرى أنه في حالة حدوث الأزمة لابد أن يكون هناك تعامل سريع معها،
وده يعني عشان يتحقق لابد أن تكون هناك حالة أمنية مستقرة، حالة سياسية مستقرة، توافق بين كافة الأطياف. ودي الأمور اللي لابد أن يضعها الجميع في ذهنه في الفترة اللي جاية. أزمة التغيرات المناخية أو ظاهرة التغيرات المناخية باتت تطيح بكل دول العالم، وبالتالي لابد أن يكون هناك استعدادات في كل الدول، يعني إذا ما حدثت الكارثة كيف يتم التعامل معها، وفي حال وقوعها إزاي هقدر أتعامل. يعني هذه الأمور لابد أن يكون هناك تفكير فيها بشكل كبير جدا، خصوصا إن الموضوع بيتطور وبينتشر، يعني هناك حالة انتشار لمثل هذه الأزمات. طيب دول طبعا عديدة تضمنت مع الأشقاء في ليبيا على رأسهم مصر، كيف هو نهج الإنساني في دعم الدول التي تتعرض لكوارث بهذا الشكل وبهذا الحجم، وما هو أو ما هي الاحتياجات الأخرى التي تحتاجها أو بحاجة إليها ليبيا في هذه المرحلة؟ يعني أعتقد إن مسألة المساعدات هي مسألة يعني قام بها جميع الدول العربية والعديد من دول العالم، والأمر مرتبط بالنزعة الإنسانية، يعني بعيدا عن أي حسابات سياسية أو أي مواقف سياسية، لابد أن أنا أنظر إلى المسألة نظرة إنسانية بحتة. خصوصا لو اتكلمنا عن مصر، يعني الدولة الليبية أو ليبيا هي دولة جوار، الشعب الليبي هو شعب شقيق، بعيدا عن أي شيء، بعيدا عن أي خلافات سياسية، بعيدا عن أي أمور تتعلق بأي شيء من هذا القبيل، لابد أن يكون هناك نهج إنساني ونهج إغاثي في مثل هذه الحالات. دي جزئية. الجزئية الثانية إن النهج الإغاثي أو النهج الإنساني بيرتبط بإن هو بيخدم إلى حد كبير الـ يعني خلينا نقول المصالح المشتركة بين الدول. يعني لما نيجي نتكلم عن موقف إنساني من جانب دولة تجاه دولة أخرى حتى في ظل وجود خلافات، بنجد إن هذا الموقف الإنساني يساهم في احتواء الخلافات السياسية. المسألة دي يمكن شفناها قبل كده في مواقف أخرى، يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن الزلزال اللي حصل في سوريا وتركيا، نجد أن هناك دول كثيرة كان لها مواقف مخالفة لسوريا، ونجد أن هناك دول عديدة كانت الخلافات كبيرة جدا، لكن بنجد أن هذه الدول صارعت إلى تقديم الدعم لسوريا. فبنجد في نهاية المطاف أن سوريا مثلا عادت إلى الحضن العربي وعادت إلى عضوية جامعة الدول العربية، رغم أن هناك تحفظات، ولكن النهج الإنساني والدور الذي لعبته هذه الدول في دعم سوريا ساهم في تخفيف حدة الأجواء، حدة الخلافات، لأنه في النهاية الدعم الإنساني ده بيبقى موجه إلى الشعوب. بالضبط. فبيربط أو بيخلق حالة من الترابط بين الشعوب وبين هذه الدول. فبنجد أن الأنظمة السياسية مهما كانت مواقفها يعني مش هنقول ان هي بتغير مواقفها تماما، ولكن على الاقل بتخفف من حده اتجاهاتها تجاه الدول الاخرى. فهذه المساله مساله مهمه، لان النهج الانساني اصبح او الدبلوماسيه الانسانيه اصبحت جزء لا يتجزا من السياسه الدوليه بشكل عام. يعني اما نيجي نتكلم مثلا النهارده عن امثله اخرى حتى بعيده، لو اتكلمنا عن ازمه الحبوب، بنجد أنه في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بنجد أن الرئيس الروسي مثلا يؤكد أنه مستعد لتصدير الاحتياجات الغذائية للدول النامية، مستعد أنه يقدمها مجانا لبعض الدول. هذه المسألة ليها يعني جانب إنساني، وليها جانب آخر، هو جانب أن هو إزاي يستطيع أن يستقطب تعاطف هذه الدول ويستقطب دعمها في ظل الحاجة إلى ما يسمى بالشرعية الدولية. يعني هو عايز يحقق شرعية معينة، هذه الشرعية يعني لن تتحقق إلا بحشد الدول إلى صف، وبالتالي بيقوم بمبادرة من شأنها تحقيق هذا الحشد. وبالتالي أصبحت الدبلوماسية الإنسانية هي جزء لا يتجزأ من السياسة الدولية بشكل عام، في ظل معطيات مهمة جداً، هو حالة يعني أنا يمكن سميتها قبل كده الصراع مع الطبيعة. يعني ظاهرة التغيرات المناخية قبل كده حتى الوباء كانت ظواهر، يعني ظواهر طبيعية نشأت من الطبيعة، ما هي الصراع دولي بين دولتين، هي مسائل طبيعية وأصبحت يترتب عليها كوارث وتداعيات كبيرة جدا بتعجز أمامها أعتى النظم تقدما.
يعني بتعجز عن التعامل معاها دول كبيرة جدا. شفنا مثلا أزمة كورونا، بنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها يعني عجزت في فترات عن التعامل معها نتيجة زيادة كبيرة في أعداد المصابين وغيره. فأصبح هناك حاجة إلى التضامن الدولي، لأن كمان الأزمات بقت لها طبيعة فيروسية. يعني يمكن اتكلمنا عن الوباء والفيروس وكده، هي الأزمات كلها بقى لها طبيعة فيروسية، بقت سريعة الانتشار. فهذه السرعة يعني حتى إن كان هناك خلاف مع دولة أخرى، فأنا لابد أن أنا أتدخل وأتضامن مع الدولة دي في أزمتها، حتى لا أحاول احتوائها وإنها ما تجيش عندي. فأصبح العالم كله زي ما بيقولوا كده يعني قرية صغيرة فيما يتعلق بهذه الأمور. فبالتالي لابد أن يكون هناك خطوات دولية، لابد أن توضع الدبلوماسية الإنسانية في الاعتبار، ليس فقط من جانب الدول، يعني حتى من جانب الأمم المتحدة لابد أن يكون هناك إرساء لنظام استباقي كيفية التعامل مع الأزمة، يعني أن أتنبأ بالأزمة وإزاي أتعامل معها، وفي حال حدوثها إزاي أقدر أتصرف بسرعة، إزاي أقدر أخد إجراء سريع لاحتواء تداعياتها. طيب لتحقيق هذا يعني ألا يجب أن تكون الدول مستقرة سياسيا؟ يعني مثلا هذه الرسالة أو اللي احنا بنتكلم عنها، اللي الدول تضامنت حتى وإن كانت على خلاف مع الدولة اللي حصلت فيها كارثة إنسانية زي موضوع إعصار دانيال. طيب هل بالتالي أو بالأحرى بقى أو بالأدعى إنه تبقى دي ممكن رسالة للمؤسسات داخل ليبيا إنها تتحد وإنها تصل إلى نوع من الاستقرار السياسي والأمني تجنبا لمواجهة هكذا يعني ضرر جم أتى من كارثة طبيعية زي دي؟ هو في الواقع لا بديل عن التوافق، يعني لابد أن يكون هناك توافق سياسي في الداخل الليبي، لابد أن يكون هناك يعني خطوات من شأنها احتواء الأزمة عن طريق إجراءات كثيرة، أولها عقد الانتخابات. يعني هناك أمور كثيرة لابد أن ينظر إليها القائمين على الأمر في ليبيا، مش بس عشان خاطر يعني مش مسألة الأزمة، هو لابد أن يكون هناك حتى نظرة مستقبلية للتنمية. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في فكرة التنمية، طب كيف تتحقق المؤسسات؟ يعني أنا ده سؤالي، ده نابع من أن الأمم المتحدة بتقول أن كان ممكن تفادي سقوط معظم الضحايا، مش تفادي طبعا الإعصار، لكن يعني تفادي الكارثة الإنسانية اللي خلفها الإعصار لو أن أنظمة التحذير المبكر وإدارة الطوارئ كانوا بيعملوا بانتظام. بالظبط. فطبعا مع الانشقاق الحادث في ليبيا السياسي، يعني الأجهزة معطلة، يعني مش هو بس الأجهزة بقى السياسية، لا نتكلم كمان على الأجهزة الإنسانية أو الأجهزة الفنية. ما هو الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي مرتبط باستقرار المؤسسات، وبالتالي عدم وجود حالة الاستقرار بيؤدي إلى أن المؤسسات بتكون عاجزة عن مواكبة الأحداث ومواكبة الأزمات اللي بتطرأ، خصوصا لو كانت أزمة طارئة. يعني الإعصار ما يعني أمر يعني يعتبر أمر طبيعي غير متوقع. أيوه. وبالتالي لابد أن يكون هناك خطوات فعالة حتى في بعد حدوث الأزمة، لابد أن يكون هناك خطوات أن أنا إزاي هتعامل مع الأزمة دي. لكن هذا الأمر لم يحدث، ده نتيجة إيه؟ نتيجة الانشقاق السياسي، نتيجة عدم الاستقرار الأمني، نتيجة أن هناك الكثير من الأزمات اللي موجودة والمتراكمة. يعني الأزمة كمان في ليبيا أن هناك تراكم للأزمات، يعني احنا نتكلم في 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات أزمات متراكمة، لم ترى ليبيا استقرارا. وبالتالي فلابد أن يكون هناك نظرة إلى هذه الأمور. الحاجة الثانية أن أنا أبتدي أفكر إزاي أتعامل السنوات القادمة وإزاي أقدر أحقق تنمية، لأن المسألة حتى على فكرة مرتبطة بمشروعات البنية الأساسية. ما فيش مشروعات بنية أساسية كان يمكن من خلالها إن يتم احتواء هذه الأزمة، هي المسألة مرتبطة ببنية أساسية. لو كان لديهم الإمكانيات إن هي الأمور يعني تمر بشكل سليم كانت الأمور هتبقى أفضل. وبالتالي هنا بتظهر أهمية إن يكون في مشروعات، فدي خطوة متقدمة. فلابد الأول أن يكون هناك استقرار، لأن في حالة عدم وجود الاستقرار لا جدوى للمشروعات ولا جدوى لأي فكرة تنموية، وبالتالي لابد أن تكون الخطوة الأولى هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني. ما الذي يمكن أن تقدمه الدول العربية بشكل تضامني في إطار الدبلوماسية الإنسانية قبل أن تتقدم دول العالم أو تتقدم الأمم المتحدة بجهود إنسانية
لأنه يعني المشاهد الواردة على وكالات الأنباء المختلفة واللي بتلتقطها عدسات الصحفيين من ليبيا، ما زال هناك مفقودين لسه. طبعا الأوضاع يعني شكلها لسه في حالة انهيار في في في, في الشرق الليبي. هو في الواقع في دول كتير قدمت يد العون لليبيا في هذا الإطار، يمكن مصر من أكثر الدول، يمكن بعتنا حاملة طائرات مستقل بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك أيضا جهود إغاثية ومساعدات وغيره. فدي أمور كلها لابد أن ينظر إليها بقدر كبير من الإشادة والشكر. يعني هذه جزئية. الجزئية الأخرى أن دول العالم أيضا تقدمت بمساعدات كبيرة لليبيا، وبالتالي لابد ان احنا ننظر الى هذه المساله بقدر كبير من الاهتمام. هي فكره التضامن الدولي، دبلوماسيه التضامن او الدبلوماسيه الانسانيه. الدبلوماسيه الانسانيه يعني كيفيه التعامل مع مثل هذه الازمات الطارئه، كيفيه التعامل مع حالات الطوارئ الدوليه اللي هي متعلقه بالازمات الطبيعيه. أنا أعتقد أن مصر من الدول اللي قدمت جهد كبير جدا في هذا الإطار وما زالت، ويمكن ده مش جديد على الدولة المصرية. يمكن أنا ذكرت مثالين، سوريا وتركيا، كانت في زلزال مصر قدمت مساعدات كبيرة جدا، وأعتقد أن هذا الأمر قدمت اليوم للسودان، وقدمت أيضا للسودان كثيرا كمان. وبالتالي هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة ويعكس أيضا الدور الإقليمي المهم للدولة المصرية. يعني المسائل هنا مرتبطة بحالة الاستقرار الإقليمي. يعني إذا كنا نبحث عن استقرار إقليمي، المسائل مش مرتبطة بس بالعلاقات مع الدول والمصالحات والصراعات السياسية، لا، هناك أيضا حاجة ملحة إلى التعامل مع الأزمات الطارئة اللي ملهاش علاقة بالسياسة. يعني لابد أن يكون هناك قدرة على التعامل مع هذه الأمور. أعتقد أن الدولة المصرية بتقوم بدور كبير جدا في هذا الأمر، بما يعكس أهميتها وثقلها الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط كأحد الدول الرائدة والمهمة. يعني أستاذ بشوي رمزي، الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع، أنا بشكر وجود حضرتك معنا النهاردة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا دايما موصول لحضراتكم لمتابعة حلقات من القاهرة. إلى اللقاء.